يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مباراة مهمة أمام نظيره العهد اللبناني في 9 مساء اليوم باستاد الإسكندرية، وذلك في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية. كان الزمالك قد سقط في فخ التعادل أمام الفتح الرباطي المغربي، بينما تعادل النفط العراقي مع النصر السعودي. يتصدر الزمالك المجموعة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف، ويحتل العهد اللبناني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الأول لهما بالمجموعة لضمان المنافسة على التأهل للدور التالي.